نشرة أخبار، أهلا بكم. الدكتورة رانيا مشاط: نتعاون مع المؤسسات الدولية لتخفيف أثار كورونا على الأمن الغذائي. طلاب أولى ثانوي يبدأون امتحان التاريخ إلكترونيا على التابلت من المنزل. منظمة الصحة العالمية: رفع قيود كورونا يجب أن تكون تدريجيا. كارفور يرى إصابة أحد عاملي بكورونا وضع آخرين في الحجر المنزلي. مصر للطيران تسير رحلات استثنائية لعودة المصريين من الخارج. مطار مرسى علم يستقبل المصريين العالقين في لبنان. بشار الأسد: تركيا تعتدي على سيادة سوريا بإقامة قواعد عسكرية. رئيس الولايات المتحدة يتعهد بإجراء اختبارات كورونا للأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية. يحيى زكي: مشروعات المنطقة الاقتصادية تسير وفقاً للمخطط الزمني. انهيار تاريخي للنفط الأمريكي. اتحاد الكرة يصدم الأهلي وينتصر للسعيد. الزمالك يستعين من ناشئين لضبط أسعار اللاعبين. مصر تواجه تركيا وإسرائيل ورومانيا في بطولة فيفيا للألعاب الإلكترونية. وأخيراً مع أخبار الطقس، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع آخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل الحرارة نهاراً بارد ليلاً، والقاهرة تسجل 17-34. شكراً للمتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، حفظ الله مصر وشعبها العظيم.